أعتذر بداية عن وجود الأخ الدكتور مروان عورتاني رئيس الجامعة لعقد سلسلة من الاجتماعات في رام الله مع وزير المالية ووزير التعليم العالي. وصدر بموجب القانون الأساسي قانون التعليم العالي الذي نص على أن الجامعات الحكومية يصدر لها نظام ينظم عملها، وفعلا في 2009 بعد تحول خضور إلى جامعة صدر النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 4 لعام 2009. هذا النظام بنص صراحة في أكثر من موقع على استقلالية الجامعة وعلى حرية تصرفها في إجراءاتها. أنا بالضبط راح أقرأ يعني شو موجود في النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية. في المادة 3 من النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية تنص المادة على تمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية وأنها ذات ذمة مالية واستقلال مالي وإداري وأكاديمي في إدارة شؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمولة في السلطة، وحق الجامعة في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية، فبأي حق بحجرة الجامعة؟ في المادة 46 47 48 تحكي عن إيرادات الجامعة وموازنتها ونفقاتها وبتحدث بالضبط ما الجامعة وما عليها وطريقة الإنفاق بشكل واضح. في المادة 50 بنقطة نص صراحة على أن الجامعة هي المسؤولة عن تصريف شؤونها المالية والإدارية وإدارتها وفقاً للتعليمات التي يقرها المجلس من حيث القبض الوسطى وتنفيذ المشتريات واللوازم وطرح العطاءات والمنقصات وإبرام العقود والاتفاقيات وتنفيذ أي معاملة مالية داخل الجامعة أو في التعامل مع الآخرين أو في أي أمور مالية أخرى. وهي نصوص صريحة واضحة تعطي الحق للجامعة في العمل بحرية كاملة، تعطيها حق تملك الحسابات البنكية بحكم نص المادة 3 وإدارة أمورها في جميع النواحي والتعامل مع الآخرين كشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة. الآن في جزء من الحسابات بتاعت الجامعة هي عبارة عن أموال من جهات مانحة كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولي محول للجامعة على سبيل السلفة على حساب مشاريع تم توقيع اتفاقيات بين الجامعة وبين هاي الجهات. أي أموال قانونا هي ملك لهاي الجهات لحين تقوم الجامعة بصرفها وما يهتم بالصرف، وبالتالي اللي عملت وزارة المالية ببساطة هو خلق أزمة كبيرة جدا مع المانحين ومعرضة الجامعة وتعرض الجامعة والسلطة كلها كمسائل قانونية. أيضا هيكلية الجامعة المعتمدة من مجلس الوزراء بشكل رسمي تضم دوائر وأقسام متكاملة في العمل تتعلق بإنجاز عمليات الشراء وطرح العطاءات الخاصة بالأبنية وشراء اللوازم وتنفيذ عمليات الصرف والقبض بطريقة تجعل العمل هو دائرة متكاملة. أيضا عندنا دائرة وحدة للرقابة المالية والإدارية تشرف على عمل الجامعة، وصدرت تعليمات من وزراء التربية والتعليم المتعاقبين بتنظم عمل الجامعة في هالأمور من عام 2009 لليوم. لحد قبل أسبوع صدر تعليم من الوزير الحالي. فالجامعة تشتغل في إطار قانوني سليم 100% يستند بالأساس إلى القانون الأساسي لفلسطين ولقانون التعليم العالي وللنظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية. الآن من الناحية الإجرائية اللي عملوه ببساطة هو يعني وصف ويعني أقل ما يقال كمان رغم أنه صعب، هو عبارة عن بلطجة. ليش؟ لأنه هم لم يسألوا الجامعة ولم يتشاوروا معها ولم يعرضوا الأمر عليها، هم حاكموا الجامعة غيابيا، لا ما حكموها، هم أصدروا حكم عليها بالإعدام ثم حكم. لما أنت المؤسسة اللي مثل هاي اللي فيها حركة يومية وعمل يومي بتروح بتقطع شريان الحياة عنها فجأة ومرة واحدة، هذا الحكي إعدام بكل ما تحمل الكلمة معه. الآن التداعيات الإجرائية اللي عملوه مثلا في شكاء
شيكات وحوالات صادرة لحسابات الجامعة مستحقيها ما وصلتهم لحد الآن. ببساطة هاي الشيكات والحوالات راح ترجع، وبالتالي الجامعة راح تكون مساءلة قانونياً وبشكل كبير جداً أمام الجهات القضائية عن هالكلام اللي صار، رغم إنها هي ما بتتحمل مسؤولية، ووزارة المالية في اللي عملت وما راعت هالحكي إطلاقاً. أيضا هناك في إيداعات في الطريق لحسابات الجامعة، راح تلقى إن حسابات الجامعة أغلقت، وبالتالي مش راح تحصل حقوق الجامعة إلها. تمام. في التزامات هائلة جدا على الجامعة تجاه الغير، عطاءات قيد التنفيذ في مجال البنى التحتية، في مجال التوريدات تحت التنفيذ، قيد التنفيذ وهي التزام على الجامعة، جزء منها أنجز جزئيا، جزء أنجز وفي سبيل إجراء استكمال إجراءات الدفع. هذا الحكي هو بملايين الدولارات، يعني بفوق المبالغ اللي صادروها. لكن الجامعة طبعا هي بتشتغل في موازنة على مدار أكثر من سنة بتغطي التزاماتها. اللي عملوه إنه راح يحطوا الجامعة في مشاكل كثيرة وكثيرة وخطيرة أمام كل أصحاب الحق من هؤلاء المتعاقدين مع الجامعة، اللي فجأة راح يلقوا إنه حقوقهم ذهبت أدراج الرياح نتيجة الإجراء المجحف والإجراء التعسفي اللي قامت فيه وزارة المالية والمخالف للقانون كما وقفنا. أما من ناحية استراتيجية فاللي راح يصير هو يعني إعدام الجامعة، لأنه ربط وضع الجامعة وتطورها ونمائها وتنفيذ المشاريع البنية التحتية والمشاريع التوريدات للمختبرات واللوازم والمشاغل فيها، ربطه في الوضع المالي للسلطة من الواضح إنه يعني راح يكون صعب جدا جدا، وكلنا بنعرف الوضع المالي المتعسر للسلطة، وبالتالي ربط الجامعة في الوضع المالي للسلطة يعني هو إنهاء لها. أيضا من ناحية ثانية، إذا بدهم يربطوا العمل في الجامعة وتوفير اللوازم والمستهلكات والأجهزة اللازمة لعملها في المختبرات والمشاغل والقاعات، يربطوه في آلية الإنفاق في الإنفاق العام، وهي آلية عقيمة ومعقدة وغير متخصصة، ما بتناسب النفقات الموجودة. وأنا شخصيا يعني اشتغلت في الإنفاق العام وأنا في وزارة التعليم العالي، وبعرف آلية الإنفاق لا يمكن بأي حال من الأحوال تتناسب مع طبيعة عمل الجامعة، لأنها غير مصممة لعمل جامعة. وأصلاً هذا الحكي لو الحكي بيصير ما كان في داعي يصدروا نظام أساسي ويصدروا تعليمات تعطي الجامعة الاستقلال في إدارة شؤون. أنا يعني الخطوات لازم يعني أنا يعني الخطوات الواجب اتخاذها يلي يعني وجب الإجراء في رأيي، أولا لازم يكون يعني القرار مرفوض جذريا غير قابل للتفاوض، والأمر بتعلق في كل أطياف المجتمع اللي بتعيش في الجامعة، الموظفين وأبنائهم مستقبلا متضررين، الطلبة هم المتضررين الحاليين والمستقبليين، وبالتالي كل أولياء الأمور في المحافظة، كل مؤسسات المحافظة متضررة لما المؤسسة بحجمها والموجود حاليا والمنشود لما تكبر يعني بيصدر قرار بحقها بيؤدي لنتائج خطيرة يعني تهدد وجودها مستقبلا. أنا يعني متأكد إنه الضرر راح يمس كل بيت وكل فرد في المحافظة، ولذلك يجب أن يتداعى الجميع للوقوف في وجه هذا القرار. وشكرا جزيلا. حتى إحنا ما ندخلش في نقاش من قانونيته وعدم قانونيته، القرار مخالف لأبسط قواعد الدستورية في البلد. القرار لا يمت بأي صلة لأي سند قانوني. ليش؟ الأصول إنه أي قرار يتخذ لازم يكون يراعي الآثار المترتبة على هذا القرار، يكون مستند لأصول قانونية معينة سليمة. إلغاء الحسابات للأسف الشديد، وأنا بحكيها بمرارة، إنه تم التعامل مع الجامعة وكأنها شخص طبيعي سفيه تم الحجز على أمواله. نبلغ من البنوك وإحنا مؤسسة حكومية، طب ارجعوا لنا شاورونا ناخذ احتياطاتنا.
هذا كلام والتصرف بهذه الطريقة والعشوائية يربك العمل المؤسساتي. وغاب عن بالهم إنه الجامعة هاي اللي اتخذوا فيها هذا بحق هذا القرار إنه لسه بتصارع المحتل يوم يوم، ومنحافظ كلياتنا بإيد وحدة، مؤسسات مجتمع مدني، إقليم، أطر طلابية، تنظيمات، نقابة، من جابه ومنقاوم حتى تحافظ على مسيرة الجامعة التعليمية. ما تخلونا نلجأ نعطل مسيرة الطلاب اللي هم هسه حاليا للأسف الشديد ما بيقدروا ينفذوا أي نشاط، لأنه منين نجيب لهم مصاري؟ منين نرجع للسلطة؟ طب ماشي، احنا بنحترم كل إجراءات السلطة، ما احنا بنطبق إجراءات السلطة، بنطبق إجراءات مين احنا؟ فبالتالي بعتقد انه القرار غير قانوني، غير دستوري، يجب إلغاءه فورا واعتباره كائن لم يكن، لأنه أثاره القانونية وخيمة جدا. ومحنا مش بصدد انه قد نجادل ونروح للمحاكم وقانوني ومش عدم قانوني ونطعن بصحته ومش عدم صحته. إجراءات المحاكمة والطعون في القرارات راح تخلينا نرجع مئات السنين لورا في خضوري لحين ما نأخذ قرار من المحكمة. وشكرا. شكراً. الآن داخلي من نقابة العاملين في الجامعة ومن ثم مجلس الطلبة. طبعا خير للجميع. في البداية بشكركم جميعاً على تلبيتكم للدعوة والحضور للدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية، المؤسسة الكرماوية. نحن في نقابة العاملين، ممثلين العاملين في الجامعة، كنا نتوقع خلال الأسبوع الحالي من مجلس الوزراء ومن الحكومة إصدار قرار يوصل العاملين. كنا نتوقع من الحكومة تطبيق الكادر الموحد المعمول فيه به في جميع جامعات الوطن على العاملين في هذه المؤسسة، العاملين المظلومين منذ تأسيس هذه الجامعة، العاملين اللي يتقاضوا رواتب أقل ب40% من نظرائهم في الجامعات الأخرى. كنا قد قطعنا شوط كبير بنقاشاتنا مع الحكومة ومع وزارتنا ومع وبدعم اتحاد الجامعات الفلسطينية، وكان توقعنا كنا ننتظر في الأمس قرار من رئاسة الوزراء باعتماد قرار تطبيق الكادر الموحد، لكن للأسف تفاجأنا بقرار إعدام جامعتنا، بقرار حرمان أبنائنا وطلبتنا من الحصول على التعليم العالي الحكومي الكريم، حرمان أبناء الشهداء والأسرى، حرمان أبناء الميسورين، حرمان شريحة كبيرة من المجتمع من التعليم العالي. كنا نتوقع خلال شهرين الجامعة بتعاني من هجمة الاحتلال. كنا نتوقع من الحكومة الاهتمام بالجامعة، الحضور إلى الجامعة. للأسف خلال شهرين لم يصل الجامعة أي مسؤول حكومي، أي موظف، بديش أحكي وزير ولا رئيس وزراء، أي موظف حكومي للاطلاع على ما يجري على أرض الجامعة. هذه الجامعة الاحتلال يصادر جزء من أراضيها من جهة، ويعمل كل جهده لإغلاق الجامعة. اللي كان اليوم الصبح موجود في أرض الجامعة كان شايف اليوم الطلاب ما نزلوا على المواجهات، تعاوننا جميعاً ما حدا نزل، أجل جيش، أجل جيش لأرض الجامعة، وصار ينادي على الطلاب بالسماعة إذا أنتوا زلام تعالوا، طخ على الطلاب وهم في حرم الجامعة دون فيش مواجهات. الاحتلال اللي بيسعى لإغلاق هاي الجامعة بيسعى لتجهيل هؤلاء الشباب. بنتقابل من حكومتنا اللي كنا نتوقع منها كل الدعم، نتواجه في قرارات بتحكم بالإعدام على هاي المؤسسة. أنا بناشد كل المجتمع الكرمي للوقوف عند مسؤولياته، للوقوف في وجه هذا القرار. نحن نرفض القرار شكلا وتفصيلا. يجب أن يخرج هذا الاجتماع بخطوات واضحة لمجابهة هذا القرار، وأشكركم. مسؤولية المحافظة كاملة. أيضا أود أن أوضح بأننا لسنا على خلاف مع إدارة الجامعة، نحن بموكب واحد، بمركب واحد للرقي في هذه الجامعة، والوصول إلى هدف واحد هو ثبات جامعة خضوري، الصرح العلمي الشامخ القائم منذ عشرات السنين، الذي كنا نتوقع من مجلس الوزراء في هذه الحكومة
الموجودة أن يصدر قرارات تعزز صمود هذه الجامعة، تعزز صمود إداراتها، تعزز صمود طلباتها الذين واجهوا الاحتلال على مر شهرين. لم نلقى أي قرار يعزز صمودهم، بل على العكس يخرج علينا قرار تعسفي يمس في مصلحة الطلبة، في مصلحة الجامعة، في مصلحة هذه المحافظة. لا أريد أن أعرف أقول في مصلحة من أيضا، ألف علامة استفهام على هذا القرار، لكن قرار مثل هذا سيكون له ردا أكبر منه بعشرات المرات بإذن الله تعالى بوقوفنا جانبا. لا أعلم من أصدر هذا القرار، لم يراعي أيضا هناك تأمينات أيضا لم تذكروها، تأمينات للطلبة 50 دينار لكل طالب يستردها عند التخرج، 7000 طالب ب 50 دينار، فهي ميزانية جامعة بحالها. وكرر أن ما طلبناه بالأسبوع الماضي من إدارة الجامعة هي حقوق نقابية، نحن على خلاف مع الإدارة في هذه الحقوق، لكن لا نختلف مع هذه الإدارة، سنكون صورة واقعية لهذه الجامعة. نحن كطلبة ومجلس الطلبة وحركة الشباب الطلابية يدافع عن حقوق هذه الجامعة ورقيها. يعطيكم ألف عافية. في البداية وكنا نفتخر إنه إحنا مندرس ومنيجي ندرس عند المواجهات وعند الاحتلال، اللي هو كان هدفهم إنه يسكروا جامعتنا، بس إحنا بالمقابل ضلينا صامدين ومنيجي ندرس ومنقاوم وعاملين كل جهدنا. في البداية إنه الحكومة أجت ضد الطلاب، ضد الجامعة، صفت في صف الاحتلال اللي هو هدفه رح يجي هذا القرار نهايته إنه تسكير الجامعة، أو ضد مصلحة العاملين في الجامعة، ضد مصلحة الطلاب. الهدف من هذا القرار شو هو؟ ضرب خضوري كلها، يعني الطلاب كلها راح تصير تحول للجامعات الثانية، تزدهر، ترتقي فيها الجامعات الثانية، وإحنا راح نتضرر. مصالح أهل طول كرم كلهم، في طلاب من مناطق بعيدة ياخدين سكنات، المطاعم، المكتبات، كلها هاي اللي مصدر اقتصادها من طلاب جامعات، برضو رح يتضرروا. إحنا كطلاب مش رح نسكت، لأنه إحنا المتضررين في الدرجة الأولى. فبس إحنا منقدرش نعمل إشي من دون ما حدا يقودنا، لأنه أنا مثلا بنزلش أقول لطلاب تعالوا معي بدنا نعمل كذا، بزبطش. بس إحنا راعين الأول مجلس الطلبة، أهل طول كرم كلهم، لازم كلاتنا نوقف إيد واحدة ضد هذا القرار. نحن كمكتب حركي بجامعة فلسطين التقنية فنرفض جملة وتفصيلا هذا القرار إذا كان هناك فراغ يدور حول ما دار من الزملاء. هذه جامعة لها استقلاليتها، وهناك أنظمة وقوانين ولوائح تحكم هذه الجامعة، وأي استهداف لجامعة فلسطين التقنية هو استهداف لكل واحد منها كعاملين، كطلاب، كإدارة، كناس مسؤولين، كمجتمع محلي لهذه المحافظة. وأنا أعتقد هذه مسؤولية الجميع، ونحن كفرقة في الجامعة حريصين على أن نكون متجانبين معا، نقابة، طلاب، كتل طلابية، إدارة، في اتجاه حرية واستقلالية الجامعة ورفض أي قرار يمس الجامعة وروح العمل التعليمي أو الأكاديمي في هذه الجامعة. باختصار شديد، القرار يعني قتل المنح سواء للأسرى أو الشهداء أو أهاليهم والمتفوقين وإلى آخره، واستهداف للطالب المحتاج بشكل عام، وإنهاء طبعاً الأنشطة الطلابية، وبالتالي قتل الحياة السياسية والتنظيمية الهادفة بالتالي إلى بناء وطن ومجتمع مؤهل لقيادة نحو التحرير، قتل الاقتصاد في المحافظة، ما يعود بالسلب على الجامعة والطلاب. هذا المشهد مشهد يثلج الصدر، وذكرني عندما التأمت جهود أهالي طول كرم، شخصيات اعتبارية ومؤسسات وتنظيمات ومؤسسات، على قيد رجل واحد تجاه تحويل خضوري من كلية إلى جامعة. كان هذا القرار يعني انتزع انتزاعا بنتيجة وقف جاد كانت لأهالي هذه المحافظة.
كنت أتمنى أن يصدر قرار بتوحيد أراضي الخضور. ليش أقول ذلك؟ حتى تستطيع هذه الجامعة بمكوناتها وخدمة للمجتمع الكرمي أن تتوسع أفقياً وعمودياً بما يخدم محافظة طولكرم والوطن بشكل كامل. كنت أتمنى أن نتوحد سلطة وحكومة وفصائل ومؤسسات لكي نحرر هذه التلة البغيضة مقابل جامعة الخضور. التوقيت أيضا لا أريد أن أوجه اتهامات. شو التوقيت الآن؟ إحنا في ظل معادلة صعبة جدا في خضوري. هب جماهيرية، نحن جزء منها. حاولنا ولا زلنا نحاول ان نحافظ على حرم جامعتنا ونوسع ميدان المواجهه خارج حرم هذه الجامعه بمظله وطنيه لكل طالب من طلاب الجامعه. هذا التوقيت في الوقت الحاضر هو انحراف للبوصلي عن الهدف الرئيسي اللي بيجمع عليه شعبنا. وبالتالي نحن كفصائل عمل وطني نقول كلمتنا. واحنا صراحه بدنا ادوات واجراءات. يعني انا كثير قعدنا هيك قعد ونطلع. بدايه يجب ان يتمخض عن هذا اللقاء بيان للاعلام وكتاب الى مجلس الوزراء ومخاطبه لاستفخامه الرئيس محمود عباس ابو مازن عن المخاطر المترتبه على هذا القرار. وبعد ذلك ايضا يتبعها خطوات إجرائية على الأرض من مجلس الطلبة والقدرة الطلابية في داخل الجامعة ومن مؤسسات الكرم وفصائلها خارج الجامعة. يعطيكم العافية. بدلا من هذا القرار كان يجب على الحكومة أن تخلي المباني الغير تابعة لهذه الجامعة، أن تخلي وتوحد هذه الأراضي بدلا من أن تقوم بقرارات تعسفية تحاول من خلالها أن تقلص وأن تضعف هذه الجامعة. الجامعة في نضال مستمر، والجامعة في تطور مستمر، والجامعة تعود بالمنفعة للجميع. هذه جامعة الفقراء، جامعة الفقراء. لا أدري هذه الحكومة هل تعيش في كوكب آخر عندما تصدر قرارات جامعة هذه الحكومة. يجب علينا جميعا كفاعليات وطنية ومؤسسات وجامعة وكافة الأطر النقابية والطلابية بكافة شرائعهم أن نخرج إلى الشوارع إلى كل كلمتنا الشمسي على خطورة المزامنة في ظل عدوان الإسرائيلي مفتوح يتعرض له جامعة خطورة. وبتقدير يعني الإجراءات الحكومية حكومة الوفاق الوطني الآن وما قامت به تجاه خطورة بتقدير توقيتها غير بريء، وينبغي التصدي لهذا القرار على مستوى الوطن العام. وبتقدير مهم جدا كل الأجسام الوطنية الموجودة هون لها أجسام وبلادات على مستوى المركزي على مستوى الرئاسة الفلسطينية على مستوى الفصائل العمل الوطني الفلسطيني على مستوى كل الأجسام الموجودة في الوطن من أجل يعني متابعة هذه الإجراءات الغير قانونية وهذه الإجراءات التعسفية التي تعرض لها جامعة الخضوري. ومش أول مرة طبعا زي ما تفضل رفيق أبو سائل وأبو الشاكر أكد على ذلك أيضا. إحنا في ظل هذه الهجمة على الخضوري يجب أن نقول كلمتنا بشكل واضح بشكل مسؤول وأن ندافع عن هذا الصحة التعليمي وأن نقول للحكومة الفلسطينية الكفى لمثل هذه الإجراءات التي تستهدف صرح تعليم مهم في محافظة طولكرم وفي البطن بشكل عام. يعني هذا الهجوم فعلا يتطلب مواجهة ويتطلب أيضا تحرك يعني نقابي ومطلبي ووطني جماهيري من قبل الحركة الطلابية ومن قبل الحركة الوطنية بشكل عام وكل الأجسام الموجودة هنا يجب أن تكون كلمتها. وأيضا يصدر الإعلام موقف وبيان واضح وشديد اللهجة اتجاه هذه الخطوات غير المسبوقة اللي بتعرض فعلا زي ما تفضلوا إنه في إعدام حقيقي لجامعة خضوري. جامعة خضوري هي مسؤولية الجميع وإحنا في محافظة طولكرم سنكون أكثر المتضررين من أي ضرر لا سمح الله لنصف الجامعة. لذلك سنتصدى وإحنا باسم يعني زي ما تفضل باسم فصائل العمل الوطني
بكل مكوناتنا سنكون معاكم في أي معركة نستدعي الوقوف إلى جانب جامعة الأخرى. هذا الموقف هو داعم وحاضن لهذه المؤسسة، هذه جامعة طول كرم، جامعة محافظة طول كرم، بمعنى صحيح هي جامعة حكومية، لكن بدي أقول أنه لا يمكن المساس بجامعة تم الوصول بها وإنشائها من مدرسة وتطورت إلى أن تصبح جامعة داخل مدينة طول كرم ومحافظة طول كرم على وجه الخصوص، الناس ما اشتغلت هون حتى توصل بمواصيل إرجاع هذه المؤسسة إلى مدرسة كما تدار المدارس حقيقة في محيط مدينة طول كرم، وحيث لا يستثمر شيكل واحد في إنشاء مدرسة على حساب الحكومة ونفقاتها حتى الآن. منذ 10 سنوات لم يتم إنشاء مدرسة، فما بالكم شو بدهم يشيلوا هون؟ بدهم يرجعوا هذه الجامعة إلى مدرسة، لا يمكن أن ترجع أو تعود هذه الجامعة إلى مدرسة، ولا يمكن أن يتم تخصيصها لأنها أقيمت على أسس حكومية حقيقة. أيضا تم تجريد هذه الجامعة من أراضيها وتحت أي مسمى وتحت أي طائلة. أراضي هذه الجامعة عندما تم السيطرة عليها حقيقة من أجل واستملكت من أجل أن تكون جامعة أو مؤسسة أو مدرسة، لم تستملك لأن تكون لغير اسم هذه الجامعة، ولم تكن لجامعات أخرى، ولم تكن أيضا مقصود فيها أن تكون لمؤسسة زراعية، ولم يكن أن تكون مقصود فيها لأن تكون لما يعتدى عليها من مجالات للتدريب العسكري أو خلافه، استملكت لهدف واحد. والقانون يا قانونجي بيقول شو؟ بيقول إذا تم تغيير الاستملاك تعود وتؤول الأراضي إلى أصحابها الذين تم استملاك أراضيهم منهم. استملكت لإنشاء خضوري ولم تستملك لإنشاء أي مؤسسة أخرى، هذا من ناحية. من ناحية ثانية لن نوافق على أن تعود خضوري إلى مدرسة. كيف لكم أن تتصرفوا يا سيادة القرار يا أصحاب القرار بمقدرات جامعة بسمعة جامعة بدل ما أنكم أنتم تشهروها في العالم على أنها جامعة من أوائل الجامعات الفلسطينية في اتحاد جامعات دولية؟ كيف أنا كطالب خريج هذه الجامعة بكرة بدي أروح أكمل تعليمي بالماجستير والدكتوراه في أي جامعة في بريطانيا أو دول العالم حينما يذكر بأن هذه الجامعة هي ليست بجامعة والكريدت تاعها نازل للزيرو؟ أنتوا أدرى مني في هذا السياق. أيضا أنت تشكك بقدرات هؤلاء الدكاترة أو المدرسين في هذه الجامعة عندما أنت تسيطر عليها حقيقة، فأنت دكتور مثلهم كيف تشكك بقدراتهم أنت لما تيجي تجردها بالمسؤوليات؟ شكك في مصداقية الشهادات اللي بتصدرها. اسمع، كل ما اتخذ هو يسيء لكل فرد في هذه الجامعة، لكل من تخرج من هذه الجامعة سابقا ولاحقا، لكل إنسان حقيقة على أرض مدينة طول كرم، واللي إحنا لن نستغني وقلكم ومن من هالمراح ما في مراح. صحيح. لا يمكن أن نشعر نهائيا وقطعيا. وما لهذه الجامعة من حق هو حق لها، وما لهذه الجامعة من حق قانوني هو حق لها، ويجب أن تزداد هذه الحقوق ويجب أن تسند هذه الجامعة أخلاقيا ومبدئيا وأكاديميا. يجب أن لا تهاجم الآن، هذه هجمة لتدبير الجامعة لتدبير هذه المؤسسة. إحنا على أبواب نهاية الفصل الجامعي، فصل الجامعي اليوم أنا شليت الطلبة فيه، بكرة كيف بدهم يجوا يسجلوا في الجامعة؟ في ناس كثير ما عندها إمكانيات، بديش أحكي أنا بالقدرات المادية والقدرات، حكيته بما فيه الكفاية، لكن اللي بقوله إنه هاي البلد لن تستغني عن بنتها، عن أرضها، عن عرضها، عن ما تحتضنه وما احتضنته عبر الأجيال، عبر الأجيال بهذه الجامعة ولهذه الجامعة. أنا اسمي كطول كرم اسمي خضوري، أنا اسمي جامعة خضوري أساساً. أنا أحترم حكومة الفلسطينية وأحترم الدولة الفلسطينية وأنا فلسطيني الأساس والمنبت، لكن كما كل جامعة اسم فجامعتنا هي جامعة خضوري من حيث الأساس، هي جامعة خضوري بغض النظر عن من يديرها، حكومة ولا قطاع خاص ولا من مكان يكون، هي جامعة خضوري، وخضوري ترتبط معنويا وجسديا وقانونيا ونظاميا بمدينة طول كرم ومقتطعة من أراضيها ومن أراضي هذه المحافظة ومن أبنائها. وبالتالي يا أخوان إحنا كبلدية موقفنا واحد، وحدة أراضي خضوري واسترجاعها بالكامل تحت مسمى أراضي خضوري بغض النظر مين اللي ممنوع يكون الجامعتين في قلب أرض واحدة. صحيح. كيف صارت؟
أنا ما بفرق حالي لا لآخر. عندك جامعتك، عندي جامعتي، عنده جامعته، اللي بحب يتعلم هون أهلا وسهلا، بتمشي مع السلامة. هذا هي هيك أكلكم، هي هيك من الآخر، هي هيك من الآخر، بدهاش استحياء المسألة. كفى بكفي، إلنا 20 سنة قاعدين بندغدغ بحالنا. أي خلص انتهى الأمر وقضي الأمر الذي فيه تختلفون. هذه جامعة اسمها جامعة خضوري، الأرض كلها تحت سيطرة جامعة خضوري، يطلع كل واحد موجود على أرض خضوري، اسمها أرض خضوري. وأنت يا قانون جاي ترجع لقانون الاستملاك وبتشوف شو إنه قانون الاستملاك بيقول. يجب أن تعود الأراضي لأصحابها إذا استغلت في غير ما استغلت فيه للهدف الذي استملكت من أجله. وبالتالي هناك استملاك لأراضي خضوري من دول الآخرين لا يجوز أن يتم استملاكها. يرجعوا أهالي هذه الأرض وأصحابها ويرفعوا قضية على الحكومة الفلسطينية أو على كل الجهات التي تستغل الأراضي اللي موجودة على هذا. بدكم تخصص ولا نخصص؟ كل واحد له جامعته. أهلا وسهلا. كل الجامعات الآن ماشي بمشاريعها، لا ينظر إلا لجامعة خضوري، البلد جامعة خضوري، المشاكل بجامعة خضوري، الإشكاليات بجامعة خضوري، أكاديميا بجامعة خضوري، ماليا بجامعة خضوري، كل شيء بجامعة. الآن جامعة خضوري بدك تشلها وتسميها، كم طالب بده يلتحق بجامعة خضوري؟ كنا نتطلع إلى أن يكون هناك 17,000 طالب بعد نهاية هذا الفصل الذي لن يتخرج. كيف النفسية اللي بيروح يقدموا فيها امتحانات نهائية؟ كيف بدهم يقدموا للسنة الجاية؟ وأبوه بده يدفع له مصاري كله روح يتعلم، كله روح يستأجر بيت في قلب طول كرم. يا عمي هاي طول كرمنا، إحنا مربوطين ببعض، جسد واحد، خضوري وطول كرم، أبناءً وبنياناً وتجارةً واقتصاداً ووطنياً وغير ذلك، نحن جسد واحد. ولا يجوز لأي كان صاحب قرار أن يتخذ هذا القرار في مقدرات مدينة ومحافظة ووطن حقيقة في نهاية المطاف، ويجب أن يرتقى باسم هذه الجامعة، ويجب على الحكومة أن تقوم بإسناد هذه الجامعة ومن وقت ببناء المنشآت التي تعزز كيانها، ويجب أن تعتذر حقيقة من كل إدارة هذه الجامعة ومن كل طلبتها على ما اتخذت من قرار، ومن كل من تخرج منها سابقا ولاحقا، لأن هذا سوف يقلل من قدر كل خريج قد تخرج أو سوف يتخرج من هذه الجامعة، وسوف يقلل فرص هذه الجامعة بالاعتراف بها لدى العالم الخارجي. وهذا تدبير لكينونة كل شخص فيكم وكل ابن من أبنائنا ابن يدرس فيها. وبالتالي هذا استراتيجية ممنهجة للحد من عدد الطلاب في هذه الجامعة وتحويلها لمدرسة واسترجاعها لليوم اللي تأسست فيه، مع الشكر الجزيل لمن ساهم في تأسيسها منذ البداية ومن رفع من قدرها ورفعها إلى جامعة، تقديرا له، وأيضا على كل الجهود التي تبذل حتى الآن للحفاظ عليها. ولن نفرط بها، هذه جامعتنا ولن نكرر. فبالتالي ما عليك يا دكتور والإخوة الحاضرين إلا أنكم تعدوا برامجكم التي حقيقة تمكن لهذه الجامعة من أن تبقى هي جامعة هذه المحافظة، تبقى جامعة هذه المدينة، تبقى جامعة أبنائنا الفقراء والأغنياء منهم، وتبقى الجامعة المعترف فيها دوليا المحترمة على مستوى دولي. أنا لما بلاقي رئيس شو بسميه صاحب مستشفى في الأردن ماشي الحال، مستشفى كبير بلتقي بكل، أنا خريج جامعة خضوري وبفتح لهم شجرات الكينة، وأنا مش عارف أبصر شو، أنا إن شاء الله راح أزور رئيس وزراء، بلتقي بناس من كل الأمم، كلها تفتخر وتعتز إنها خريجة هذه الجامعة. ليش اليوم أنا بدي أثمر هذه الجامعة؟ ليش الجامعات الأخرى شغالة وأنا مش شغال؟ ليش؟ في سبب، شو السبب؟ يوضحوا شو السبب؟ إذا في هناك شيء مش صحيح فيجب على الآخرين تعتكف، بس ما فيك تأخذ قرار، ما فيك تدمر أنت جامعة. وبالتالي إحنا بنقول على إخواننا القائمين حالياً إن وعدوا برامجهم، ويجب أن نتواصل مع فخامة الرئيس في هذا السياق، لأن الأمر أكبر من سيطرة مالية، بل هي تدمير مؤسسة أكاديمية عملاقة بعيداً عن المحافظة، مؤسسة علمية عملاقة موجودة على الأرض وموجودة في الدنيا ومعترف فيها. الآن أنت تقوم بتدميرها ولصالح من؟ وشكراً. والآن بس دقيقتين، إحنا نعطيكم بس برزنتيشن
بيقدمها الدكتور مراد عمر الله مشان حتى يفرجيكم كم هي محرومة جامعة حضوري بالمقارنة مع الجامعات الفلسطينية الموجودة. تفضل يا دكتور. علشان هذا الكلام بحكم موقعي إلي أنا تقريبا سنتين في جامعة حضوري، بس بدي أنقل الأماني من عنقي وأضعها في أعناق المجتمع الكرمي كامل، مؤسسات وطنية حتى تقوم بمهامها وتطلع على الحقيقة اللي موجود. إذا شايفين قدام السلايد أخواننا جامعة فلسطين التقنية لغاية الآن وبعد 7 سنوات كل اللي فيها 17 برنامج بكالوريوس، 11 برنامج دبلوم متوسط، برنامج واحد تأهيل تربوي، وخمس برامج دبلوم مهني متخصص. راح تشوفوا الآن، شوفوا عدد البرامج في الجامعات كلياتها الفلسطينية. جامعة النجاح 133 برنامج، منهم 97% من برامجها فوق درجة البكالوريوس، بكالوريوس فأعلى. الإسلامية بير زيت القدس، لاحظوا على جامعتنا الفقيرة، جامعة الحكومي، جامعة الدولي، الجامعة العرفاتية اللي لازم الكل يوقف وينحني لهذه الجامعة الحكومية، وين ترتيبها؟ احنا اللي باللون الأحمر، مع احترامي للي قاعدين بيعملوا على تدمير جامعة حضوري، شوفوا احنا وين موقعنا. عدد البرامج اللي اعتمدت في العام 2015-2016 جامعة خضوري رقم الأخير اللي باللون الأحمر، في عام كامل اعتمد جامعة خضوري برنامج واحد، بينما بير زيت 11 برنامج، النجاح 9 برامج، كذا وكذا. الاستقلال الجامعة الحكومية برنامجين في عام، الأمريكية 3 برامج وماجستير، أما جامعة خضوري تحارب في أدنى حقوقها في برامجها. لاحظ معي على توزيع بعض البرامج للمجموعة من الجامعات الوطنية، أنا أخذت العدد الكلي للبرامج، الدكتوراه طبعاً ما فيش، الماجستير ما فيش، البكالوريوس، شوف وضعنا إحنا بالمقارنة بالجامعات، هاي جامعة خضوري، فوضعها للأسف الشديد يعني تحارب حرب شعواء تشن على هذه الجامعة في كل المستويات. لاحظوا على برامج البكالوريوس في كل الجامعات، مثلا النجاح 76 برنامج ماجد بكالوريوس فقط، الازهر 68، جامعه الاقصى كمثال جامعه حكوميه 45 برنامج، بينما الخضوري وجامعه حكوميه في الضفه الغربيه وحيده فقط 17 برنامج. لاحظوا على برنامج الماجستير في الجامعات الفلسطينيه، الخضوري 0. حصلنا على برنامج ماجستير ومعتمد وموقع من معالي وزير التربية والتعليم، والآن قاعدين بحاربوا فينا، بدهم يسحبوا منا من الجامعة. وبعد ما مروا، أنا أتحدى في هذا الكلام، مروا في كافة الإجراءات القانونية واللي لازم نتبع، سلمنا البرنامج في شهر 7 أجانا الرد في 19-11، رجعنا الرد في 21-12، ومن 21-12 لغاية 12-6 وهم يناقشوا في البرنامج، وبعد ما اعتمد ووقع من معالي وزير التربية والتعليم السابقة، الآن بيطاردوا ورانا وبدهم يسحبوا منا من الجامعة. جامعتنا خضوري 0 برنامج ماجستير، بينما الجامعات الثانية فيها 53 برنامج ماجستير. بالمرة بيقولوا لنا ما بيكونش الحق في تقديم برنامج ماجستير، بتفاجأ إنه جامعة الأقصى الحكومية فيها برنامج ماجستير. النظام الأساسي للجامعات الحكومية المادة 4 والمادة 26 بتقول بحق لنا ناخذ ماجستير. موافقة معالي وزيرة التربية والتعليم لازم ناخذ ماجستير موقع، وقاعدين بيطاردوا ورانا في هذا الكلام. السلايد اللي بعده الأخير، قبل السلايد. شوف إخواننا بس مشان تاخذوا نظرة سريعة، أنا عارف إنه الوضع السلايد اللي قبل هذا. بس أيوه هذا. لاحظوا إخواننا من عام 2012 لعام 2016. أنا ما خدتش بس سلايد واحد، 4 سنوات، 12-13-13-14-14-15-15-16، جامعة خضوري أخذت برنامجين بكالوريوس وبرنامج دبلوم متوسط في 4 سنوات، بينما جامعة الاستقلال 7 برامج، القدس المفتوحة 7 برامج وأعطوها ماجستير. أنا مش ضد أي جامعة في الوطن، كلهم جامعاتنا كلهم. النجاح 30 برنامج، ليش احنا في 4 سنوات ناخذ برنامجين وغيرنا من الجامعات ياخذوا 26 برنامج و20 برنامج؟ بده يقول لي انت جامعه ما انتش موفر قلم؟ من هو القلم؟ انت جامعه حكوميه لازم توفر لي اياه. ما عنديش عضو هيئه تدريس، ما انتش انت رابطني، بتقول لي انا بدي اعين لك اياه. انا بقول وبشيل هذا الكلام من ذنبي وبحطه في ذنبكم، المستهدف راس جامعه خضوري. سواء عملنا ما عملناش، قمنا ما قمناش، بدهمش لهذه الجامعه ان يكون لها مقام. باسمي وباسم اعضاء
الغرفة التجارية وعموم تجار محافظة أم كرم ورجال الأعمال بنأكد وقوفنا مع هذه الجامعة اللي كنا وما زلنا داعمين لها اللي إلها الأثر الكبير على الاقتصاد في المحافظة واللي دوما أهلها جميعا يكون أملهم بتطويرها أكثر وأكثر لما إلها أهمية اقتصادية واجتماعية علينا جميعا. وستبقى هذه الجامعة من أولويات الغرفة التجارية لتطويرها ودعمها دوما في جميع المجالات. طبعا عندما تطورت هذه الجامعة لمسنا حقيقة تحسن اقتصادي في هذه المحافظة، وهذا طبعا الشيء أدى لتخفيف البطالة اللي هي الأعلى على مستوى الوطن اللي هي محافظة تركيا. بس الحمد لله جامعة خطولي كان لها السبب الكبير في تخفيف البطالة في منطقتنا. أملنا جميعا تطوير هذه الجامعة اللي إلها راح يكون أثر كبير على الاقتصاد في كثير من المجالات والاستثمارات. كثير من رجال الأعمال نظروا للتطوير جميع القطاعات في المنطقة في منطقة تركرم، وذلك للأمل أن جامعة خطولي تصبح 10,000 تصبح 15,000 تصبح أكثر وأكثر، وهذا أملنا جميعا. وإحنا كمان مرة كتجار وغرفة تجارية سنكون داعمين ومساندين دوما لهذه الجامعة. سننتصر كما انتصرنا على كل القرارات الجائرة التي اتخذت بحق هذه المحافظة من قبل. أنا متأكد أننا سننتصر مرة أخرى. كلنا توقعنا أن تكون هناك قرارات داعمة لصمود هذه الجامعة الجاثمة هنا في قلب هذا العدو الذي يتربص لها في كل لحظة، لكن شاءت الأقدار أن حكومتنا لازالت متيقنة أن جغرافية فلسطين لا تبدأ من تركيا. كنا نتوقع أن تكون قرارات تعزز الصمود لأبناء هذه المحافظة. يعني واضح أن هناك قرار قد صدر من هذه الحكومة وتحديدا من وزير المالية بحجز كل أموال جامعة خضوري وتحويلها إلى خزينة الدولة، وبالتالي التنصل من كل الالتزامات التي قامت بها الإدارة من تطور أعمال مقاولات عقود مياومة منح الطلبة، كل هذه الإجراءات ستهدم كل الذي بني في هذه الجامعة تحديدا في الفترة الأخيرة، وتوقف كل تقدمها وازدهارها إلى الأمام لتصبح جامعة حقيقية تحتوي على أكثر من 15,000 إلى 20,000 طالب كما هو مرسوم بخطتها المستقبلية. بالتالي جئنا هنا باسم فصائل العمل الوطني بكل مؤسسات هذه المحافظة بإدارة الجامعة بشؤون الطلبة في إدارة هذه الجامعة نقابة العاملين المكتب الحركي مجلس الطلبة لنعبر عن موقف برفض هذا القرار. هذا القرار لن يمر مرور الكرام، سنقف بأجسادنا ضد هذا القرار. على الحكومة أن تعلن فورا عن تجميد هذا القرار وإلغاءه نهائيا لأن له تداعيات خطيرة. نحن في فصائل العمل الوطني سنتخذ موقف، مؤسسات المجتمع المدني في هذه المحافظة سيرفضون هذا القرار، أهالي هذه المحافظة سيرفضونه، وبالتالي المطلوب من الحكومة أن تنفذ القرارات التي التزمت بها بإخلاء سلطة الطاقة من هذه الجامعة، بإخلاء وزارة الزراعة من هذه الجامعة، بإخلاء كلية البيطرة التابعة لجامعة النجاح من هذه القرار، لا أن تفاجئنا بقرار جديد يؤدي إلى تقليص كل إنجازات هذه الإدارة وتقليص إنجازات هذه الجامعة وتقدمها. المطلوب كان الأجدر أن يبث مال صمود لهذه الجامعة أمام هذا المحتل الذي ترنه أنت هنا كيف هو متوغل في حرم هذه الجامعة. يجب على الحكومة أن تدعم صمود هذه الجامعة، بالعكس لا أن تصدر قرارات
لتقليص من إمكانيات وتقدم هذه الجامعة. هذا المطلوب. هذه الجامعة هي بوابة هذه المحافظة، بوابة كل الفلسطينيين، لها عراقتها، لها تاريخ عريق، لها حاضر منير، ولها أيضا مستقبل مشرق أن تكون فعلا جامعة تحتوي على أكثر من 20,000 طالب. لن نسمح لأحد في هذا الوطن أن يمس حلم كل كرمي، حلم كل فلسطيني أن تقدم هذه الجامعة، حتى لو كان ذلك الثمن هو حريتنا، هو دماءنا. سنبذل كل ما نستطيع من كل ما نملك من أجل أن يلغى هذا القرار وفورا.